هذا الجبل الأبيض أبرز المعالم في الجبهات الشرقية لمدينة تعز التي يتوسط منطقة ثعبات وحسنات، حيث يمكن تعريف هذه المنطقتين جنوب شرقي المدينة بأنها صارت مجرد مناطق تماس بين المقاومة الشعبية والميليشيا. أغلب سكان هذه المناطق هجروها بعد أن بات الموت يتربص بكل شيء على أطرافها وفي الطرق المؤدية إليها. مع كل ذلك ما تزال الحياة تراود الصغار والكبار ممن رفضوا مغادرة مساكنهم رغم صعوبة الحياة وتعقد متطلباتها في ظل الحرب، ولا بأس أن يحظى بعضهم بلحظة ذكرى وإن تبدو مؤلمة، كأن الزمن تعطل وتوقف في موقعه بهذه الزاوية من العالم، فلا شيء أكثر من الخوف يتجول هنا وهناك برفقة هؤلاء المقاتلين. وإن غابت حركة الحياة المعتادة، هناك ما يجب أن يحضر هو الخراب، فأثر استهداف الميليشيا لثعبات وأحيائها ومنازلها تترك دلالاتها القاسية. هناك في أقصى الجهة الشرقية في صالة وتحديدا في منطقة المكلكل تتمركز دبابة الميليشيا، وهي من تصوب قذائفها في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى محاولات تسلل تقوم بها بعض عناصر الميليشيا للوصول إلى داخل هذه المنطقة الحيوية والمفصلية كونها تقترب من حي الجحملية الذي يتوسط المدينة، لكن المقاومة تتصدى لهم من وقت إلى آخر. معهود في الحرب أن الأسهل بالنسبة للمحارب أن يفتح جدراناً لجلب الموت أكثر من منافذ للحياة، وهو ما ترتكبه هنا عناصر الميليشيا تاركة أماراتها من شظايا ورصاص في كل شيء.